ضيفة طوني خليفة الفنانة مايا دياب. مساء الخير، تحية لكل المشاهدين، تحية لكل متابعي برنامج بلسان معارضيك الذي يعرض عبر قناة القاهرة والناس. تحية لكم في جمهورية مصر العربية، تحية لكم في كل أنحاء العالم. ضيفة جديدة لهذه الحلقة ومعارضون جدد ماذا يقولون. ضيفة الليلة ونجمة هذه الحلقة هي الفنانة اللبنانية مايا دياب. مايا مساء الخير. بونسوار. أهلا وسهلا فيك. مرسي. كيف حالك؟ الحمد لله. ماشي الحال؟ تمام. مايا لبنانية، دخلت إلى مصر من باب التمثيل، ولكن بداية قبل ما أعرف عنك للجمهور بدي منك تكتبي لي قدامك عدد من الأسماء اللي بتعتبريهم هني معارضين لإلك، أو في خلافات أنتي بيهن أو بينتقدوكي، أو يعني بتحطيهم بخانة النقاد أو المعارضين لمايا. ضروري أسميهم؟ ضروري أكيد تنقدر ننتقل للمرحلة الثانية، ولا ما فينا ننتقل للمرحلة وإذا ما عندي حدا؟ أكيد عندك، مش معقول ما يكون في. ما أنا في أكتب لك شيء أنا بالأول. فيك تكتبي. لا أراهم أصلا. طيب مين هني هول المرتبين؟ أعطيني أسماء. بذكر أنه مايا دياب هي فنانة لبنانية دخلت مصر من خلال عملين، كلام نسوان، أسد وأربع قطط، كما أنها كانت عضواً في فرقة الفوركاتس الغنائية اللبنانية. بدأت حياتها بعرض الأزياء، فهم ليسوا لي على الإطلاق على الأقل. بركي هن موجودين بس بالنسبة لألي منهم موجودين. طيب مين؟ اسم؟ ما بعرف. طيب في عندك، ما عندي اسم حدا بعرضني. ما في حدا بيعارضك ابدا؟ انه ممكن يكونوا بيعارضوني بس ولا مره بعرف من هن واسمهم شو. طيب انا واحد منهم. بكتب اسمك. ها كتبي اسمي. طوني. انا عارضتك علنا. ليه مستحيه مني؟ انا؟ غيري. بعتقد اسمك بزياده. بتحوي اكيد انت على شيء 20 واحد بيقولوا. مثلا لوسي ما عارضتك؟ ليه؟ بدها تعارضني؟ عم بسألك. لا ابدا؟ لا. نيكول سابع؟ لا. الناقد محمود التركي في جريده اليوم السابع شو قال؟ اعطيني كل واحد شو قال تجاوبك. انت ما بتعرفي؟ لا. طيب فاذا الاسم الواحد اللي كتبتيه هو اسمي. بطلب منك. بطلب مني انا وصولا عند طيب خلينا نشوف اذا مزبوط ما في حدا بيعارضها على مايا دياب بعد هذا الفاصل. نتابع بلسان معارضيك مع الفنانة اللبنانية مايا دياب. مايا نرجع بالرحب فيك مجددا، وبهالفقرة بدي ذكرك رح يكون في عنا أربع أسئلة مقسومة على قسمين، كل سؤال عندك مدة 3 دقائق لإعطائنا الإجابة عليه، عندك محاولة وحدة للتمديد إذا حسيتي إنه الوقت مش كافي لتوصلي فكرتك، وأنا عندي محاولة وحدة للتمديد إذا حسيت إنه فكرتك ما وصلت لي بعد. أما إذا أنت ما استعملتي وسيلة التمديد بحق اللي أنا استعملها. حاضرة؟ السؤال الأول بلسان معارضيك. يقول معارضوك إنك تحاولين جاهداً الوصول إلى نجومية الصف الأول ولم تفلحي بعد، بدءاً من عرض الأزياء مروراً بالغناء ووصولاً إلى التمثيل. لماذا مايا دياب لم تستطع أن تصل إلى الصف الأول من النجومية؟ أنت معروفة ولكن لست بنجمة. مظبوط، بعد ما أجا الوقت المناسب. أي متى بده يجي الوقت المناسب؟ بعد نبلش. أنا بعتبر حالي بعد كتير بكير لأوصل لمحل ما أنت عم بتقول، ومش غلط يقوله. ليش؟ ولاد جيلك سبقوكي. مين ولاد جيلي؟ يعني أبدي. نيكول سابا مثلاً، يمكن أنت هي اللي خلتك تتركي الفوركاست، شفتي تجربتها أنه تركت الفوركاست وراحت على مصر ونجمت.
اليوم صارت نجمي صف اول، سيرين عبد النور نجمي صف اول. اول شيء بحبهم كثير وبوجه لهم تحيه، مش بحركات التلفزيونات. انا جديه، بس بدي خبرك خبريه، انا ما تركت الفوركاتس كرمال حدا. لا ما قلت تركت انه شجعتك، يعني لا لا. يعني يعني الحركه اللي هي عملتها شجعتك. شو بدي بهذا الموضوع؟ كل انسان عنده شو بدي بهالموضوع؟ بدي ارجع لموضوع قبل ما يخلص الوقت. نحن اليوم كل بنات جيلك اللي هني بدأوا بعرض الأزياء والجمال قدروا وصلوا لنجومية معينة، لماذا مايا دياب لم تستطع أن تصل بعد إلى ما وصل؟ بدي وقت عم بشتغل على الموضوع. شو اللي مأخرك عنه؟ شو اللي مأخرك عنه؟ كثير بمشي على مهلي، بوصل بأمان أكتر. أنت مقتنعة بهالشي؟ أكيد أكيد. ليه؟ لانه انا برايي انه هن، اذا بدك تعطي اكزامبل نيكول، نيكول بقيت فتره اقل مني بالفرقه، انا بقيت بالفرقه 10 سنين. يعني هيدا الوقت اللي انا قضيته بالفرقه. بقائك بالفوركاتس هو اخر بوصولك ونجوميتك. انا ما كنت منفرده، انا صرت منفرده بعد ما لي شهرين من حياتي، فبدء التحضير لعمل ايا كان بياخذ وقت، اشهر على الاقل. واظهاره بعد وقت كمان. تعتبري انك تمتلكي الموهبه لتكوني نجمه مثل زميلاتك الباقيات؟ ليش لا؟ نعم امتلك الموهبه، ليه لا؟ يعني بمصر ما كثير تجربتك كانت لاقت استحسان، خصوصا انه كثير انتقدوا انك ما اتقنتي اللغه الخليجيه. وليه انا موجوده معك الليلة؟ موجوده لانك معروفه. يمكن أوكي. لانك وش حلو، يمكن لانك امراه جميله، لانه يمكن في شيء يعني بشي محل. يعني اكيد في شيء، هذا الشيء يعني اللي رح اشتغل عليه. بس انت بعد ما قدرتي تصيري صف اول، يعني بعد ما فينا نقول النجمه مايا دياب، يعني بعدنا بنقول الفنانه، وحتى كلمه فنانه بحطوا عليها علامه استفهام. اوكي غيرها، استعمل شيء ثاني، قول انا بقول الصديقه. كثير انا بفضل، بس انا كثير محلي بيسالوني شو بدنا نحط لك تيتر قبل اسمك، بقول لهم مايا دياب فقط لا غير. بس صير شيء غير مايا دياب بيبقى بيطلع لحاله. عشو مراهني انك تعملي لتوصالي؟ ما عم براهن على حالي، عم بشتغل على حالي، بس عم بشتغل على حالي وعم شوف شو هن المشاريع اللي انا قادره اعملهم بنجاح لحتى يوصلوني. مين عم بيشتغل عليكي؟ مين عم عم بيساعدني؟ مين عم بيوجهك؟ في حدا عم بيوجهني. مين اخذك على مصر؟ شخص شافني من مصر، المنتج محمود بركه، وانا بقول له هاي لانه بحبه كثير وكمان صار صديق. وين تعرف عليكي؟ ببيروت. فلننتقل الى السؤال الثاني. لسان معارضيك. يقول معارضوك إن حادثة اختطافك على طريق المطار في بيروت منذ أعوام لم تكن خلفياتها بريئة والهدف هو السرقة، إنما كان هناك خلفيات أخرى. ما هي؟ معارضوك عم بقول هالكلام. شو ممكن يكونوا؟ ما بعرف. شو برأيك هي الخلفيات؟ شو صار معك؟ اللي صار معي إنه بسنة 2005 سنة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبعد أشهر شهرين فقط بأربعة نيسان، كنت على الطريق الساعة واحدة بالليل على رومبوان طيوني، وتعرضت للخطف. أول شيء شو عم تعملي على الطريق الساعة واحدة بالليل؟ عم بوصل صديق كان عنا بالبيت، وكنت بعد ما تجوزت، بعدني أنا وجوزي مش مجوزين. نعم. هو راح من البيت من عند أهلي، يعني راح على بيت أهله باستدعى من أمه، كانت شوي مريضة، راح بسيارة وأنا بالسيارة الثانية وصلت هيدا الشاب لأنه عباس تأخر. أوكي. بهالدقايق اللي هي دقايق عن جد، ما بدها شيء من الأشرفية على الطيون، الساعة واحدة بالليل بعتقد بدها ثلاث دقايق، لقيت سيارتين عم يعملوا سبق وراي لدرجة أنه راح يفوتوا فيه، زحت، سكروا علي ونزلوا علي المسلحين وصارت العملية. شو صار؟ نزلوا علي كانوا عم بيحاولوا يكسروا زيز الهامر اللي أنا فيه، صار يقولوا لي أمن دولة، فأنا أولاً قبل ما أفتح كنت بدي تلفن، فأنا كنت عم جرب تلفن بالسيلولار عم بيعطي يوزر بيزي لأنه عباس عم يدق له، أنا عم دق له بنفس الثانية، وقت شفت إنه الإزاز رح يبلش ينكسر بالكلاشن قررت أفتح الباب لأنه أنا ما عندي شيء بحياتي عملته لخاف من أمن الدولة، يعني بالعكس شو بدهم يقولوا لي. ففتحت الباب، أخذوني من شعري، نزلوني، طلعوني بالهامر، أكيد انضربت، ضربت بإيديهم وبالكلاشن اللي كان معهم. تعرضت للاغتصاب؟ لا. لماذا قيل في الإعلام أنه تعرضت للاغتصاب؟ بكون لأنه واحد من اللي كانوا عم بيكتبوا كان بيتمنى أنه هو يخطفنا ليغتصبنا بركة. واحد بس؟ الموضوع ما كثير
أنا هلا عم بتضحك على الموضوع والموضوع مأساوي. طيب البعض اتهمك إنه حقك معك. أنا رح أقول لك هلا بعد أوكي إنه حقك معك لأنك كنت بتهمة التعامل مع إسرائيل. مزبوط، هي بالأول طلعت بالسيارة قالوا لي أنت عميلة إسرائيلية متهمة بقتل الحريري وخطك مراقب ونحن راقبناك وهلا على الخبيط بتقري. أنا هون كله كنت بعدني فكرة إنه أنا مع أمن الدولة. بس بلشت أفكر إنه ليه أمن الدولة بدهم يكونوا ملتمين ولابسين كاجول يعني بس مبينة منهم عيونهم. بس في واحد كان بس منه ملتم، هو اللي كان عم يضربني، هو اللي كان عم يحلشني، اللي كان عم يهددني بالفرد. وقت كتير صعب بعتقد لبنت إنه تقطع عليها 8 ساعات والشاب اللي معي انخطف معي. طيب بما أنك طلبتي التمديد رح كمان كمل معك بهذا الموضوع. قيل بمكان آخر إنه من أرسل هؤلاء هو أحد الأشخاص اللي كنت تربطك فيه علاقة وتركتيه لأنك ارتبطتي بعلاقة مع شخص آخر، يمكن اللي هو زوجك الحالي. بدنا نطلب تمديد لهذه الفقرة كبست. بقول إنه فهو من كان وراء عملية الاختطاف. الفترة اللي كانت بين الشخص اللي كنت بحكي معه وزوجي فترة طويلة، يعني كانت سنة وثلاث أشهر. بعتقد كان مات فيها هيدا إذا بدك مرارة أو صعوبة إنه واحد يظهر من شخص، كانت ماتت. برأيك إنه الحب من السهل بيموت بهالسرعة؟ لا، مش ما عم بحكي عن الحب، عم بحكي عن القهر. قهرتي؟ أكيد انقهر إنه أنا فليت. أنت فليتي ولا هو فللي؟ أنا فليت. ليه؟ لأسباب. في أوقات بتكون أنت وشخص ما بتتفقوا بتفل، بس ما بتفل من أول ستيب، يعني بتفل من بعد 100 محاولة أنه تصلح. طيب هل أظهر التحقيق فيما بعد من وراء هذه العملية؟ نعم، وهم هلأ بالحبس والقضية لا تزال مفتوحة. تعرف بس بلبنان كل شيء بياخد وقت. نعم، لأنه بمجرد أنه هني موجودين بالسجن يعني سقط الاحتمال اللي قال أنه مايا هي من أطلق هذه الإشاعة موجودين بالسجن، وإذا بدهم بعتهم بهدف الشهرة من اللي عم تبحث عليها وما عم تقدر توصل. في جلسة بآخر هذه السنة، بدهم بكرة ببعت لك التاريخ مطبوع إذا بدهم. شو الأضرار اللي أصبتي فيها؟ بس جسدية وأكيد نفسية، لأنه بطل في أبكي لفترة طويلة من الوقت. أنا ما بكيت أنا ومعهم، يعني الصدمة كانت كتير قوية علي لدرجة إنه. وين رجعتي بكيتي لأول مرة بعد الحادث؟ ما بعرف، يمكن لسبب تافه من بعد أشهر صرت بكيت عليه من بعد ما كنت هالقد. تذكرة شو هو كان هالسبب اللي بكيتي عليه؟ لا، يمكن إنه عباس ما قال لي بحبك مرتين بالنهار. بس بتعرفي اللي بيقولي بحبك أكثر من مرة بالنهار شو بكون عم بخبي؟ شو عم بخبي؟ هلا بالفاصل الإعلاني بقول لك شو كان عم بخبي. نتوقف مع فاصل ونعود. نتابع الجزء الثاني من الفقرة الثانية بلسان معارضي مع ضيفتنا الفنانة اللبنانية مايا دياب. مايا، السؤال الثالث بلسان معارضيك. يقال عن مايا إن أخت رجال ولا تخاف من شيء، وهي مستعدة للاعتراف بأي شيء مهما كان قاسي ومهما كان خطيرا. مين بيقول هيك؟ أنا بعرف هالشيء وكتير بيقولوا. السؤال بده منك جرأة إنك تعطينا الجواب عليه. ويقول، يقول معارضوك إن سعيك الدائم لإسمرار بشرتك، يعني بيقولوا إنه أنت منك سمرة هيك أصلاً، أنت بيضة. لا مش بيضة، إلى حد ما فنطية، ولكن دائماً تسعي إلى جلسات اسمرار اصطناعية أو ما يعرف بالسولاريوم. هذا السعي قد دفعت مايا ثمنه غالياً. شو الثمن؟ شيء يتعلق بصحة بنتك. أنا؟ كتير بضحك هذا السؤال. لا مش بضحك. ليه؟ شبه بنتي؟ ما بعرف عم بسألك. لا أكيد لا.
ما له معنى، ما له دعوة، ما له وجود أثر ولا شيء. قال خضعتي لجلسات سولاريوم وأنت حامل. ايه مظبوط. فتأثر إلى حد ما وضع الصحي للجنين. رح خبرك باختصار، السولاريوم ما بيأذي أول شيء الجنين بدقائق قليلة. ثانياً أنا بتعرض لأشعة الشمس طيلة السنة، يعني بالشتاء بلبنان بعمل برونزاج بأفريقيا. نعم. فدايماً أنا عندي برونزاج بحياتي. بس أشعة الشمس تختلف عن أشعة السولاريوم. أشعة السولاريوم تختلف عن أشعة الشمس، ولكن الشمس بتأذي أكثر من السولاريوم. هي الحقيقة، لأنه السولاريوم فيه فلتر، الشمس عم توصلنا ديركت مع الفتحة الموجودة بالطبقة الأوزون، ما فيها فلتر. وموضوع بنتي منه موجود بالمرة، يعني أنا مرة حكيت عن قصة صارت مع بنتي على تلفزيون لبناني، ما لها دعوة بالسولاريوم. يعني قصة أنه بنتي عندها انتوليرانس على الحليب، يعني ميلك انتوليرانس، يعني بنتي من عمر الأربعة شهور كان ما بقى فيها تشرب حليب اللي بيجي من البقرة أو من أي حيوان، فهي بتاخد حليب الرز أو الصويا وكل أنواع الجبنة واللبنة أو البسكوي أو أي جاتو بيدخله حليب ما فيها تاخده. وهيدا أنا بالنسبة لإلي وبالنسبة لكتير ناس عم بيحضرونا، هيدا موجود، هيدا موجود، هيدا بالنسبة لإلي شيء منيح، هيدا مش شيء مرض. يعني المعلومة كانت تحدثت عن يعني ضعف عضو معين بجسم البيبي، يعني أبداً. ابدا ان شاء الله، يعني هي خبريه، هي خبريه بتفرحنا ما بتزعلنا. لا بتضحكني الخبريه، هي خبريه بتفرحنا ما بتزعلنا. اكيد، لانه قيل انه كان في مشكل صغير اصاب الجنين وعرف انه هو سبب السولاريوم المتكرر اللي تعرضتي له انت. لا ولا ولا موجوده الخبريه، واكيد هذا الموضوع يعني شايفني عم بتضحك لانه عم بقول الحمد لله انه بنت صحتها كثير منيحه وبتاخذ العقل. وقلت لك هيدا الميلك الانتوليرنس لإلي هي نعمه، لانه انا بحب كون ميكروبيوتيك، بحب كون فيجيتاريان، وبنتي يمكن رح تعلمنا انا وبيا انه نكون مثلها. وطيب ليش دائما سعيك لاخذ هذا اللون؟ لانه وقتها بلشت كون برونزي العالم صار يقولوا لي انه حلوه، وانا صرت لاقي حالي احلى. وكان في منع قبل انه البنت تكون او الانسان يطلع برونزي على التلفزيون، از انه ببين بشع وما حلو للكاميرا وهيك. لقيت بعدين انه صاروا كل العالم برونزي على التلفزيون، فمن بعد ما انا ضليتني برونزي كل الوقت. قد ايه هوسك بالتجميل؟ بالتجميل كثير، لازم ضل حلوه. عملتي عمليه تجميل؟ ايه. كم عمليه؟ عامله منخاره بس. طيب خلينا ننتقل للسؤال الرابع. بلسان معارضيك، يقول معارضوك إن ظهورك في أحد برامج النكات البذيئة على إحدى الشاشات التلفزيونية اللبنانية. هو اسمه هيك البروغرام؟ لا. النكات البذيئة؟ لا، في أحد البرامج اللي كان فيه عم ينقال فيه بعض النكات البذيئة على أحد التلفزيونات اللبنانية، نزع عن صورتك صورة الأنثى. آه والله؟ لا تعليق. ليه؟ هيدا رأيهم. أنا بلاقي حالي بعدني كتير يعني في كتير فاميني. ناس انصدمت بمايا دياب، يعني أنه انصدمت بمايا أنه عم يعني عم بتخبر نكت أو نهفات. يعني حتى في مرة عطيتي مقدم البرنامج مجموعة نكت لهو يقراهن، قال لك أنا يقوليهن أنت أنا ما بقدر أقولهن، وقلتيهن على سبيل النكتة، قال ما فيها أقريهن أنا. شو زاد لك هذا الموضوع أنك طلعتي بهالصورة؟ شو زاد لك؟ بس عندي سؤال، أنت من هول الناس المعارضين اللي عم بيحكوا عن هذا الموضوع، ولا أنت لا. أول من حكي بهذا الموضوع؟ أنا حكيت عن غير موضوع، مش عن هيدا. حكيت عن الموضوع اللي له علاقة برجال الدين، يعني أنه استعمال رجال الدين بالنكت، أنا هيدا كان تعليقي. أي. إنما هيدا الموضوع كان تعليق صحف ومجلات ورأي عام. نعم. أنه شو زاد لمايا دياب أنه تطلع تخبر نكت مثل ما بيقولوا كان فيها نوع من من التعابير الإباحية أو الجنسية على التلفزيون بشكل عام، شو زاد لك أو شو أعطاك زيادة بشخصيتك؟ هو ما زاد لي،
هو فرجة مايا الحقيقية. هي مايا الحقيقية؟ مايا اللي بتشوفها بتنكت. أوكي؟ هلأ لفسر لك يوم ستيب باي ستيب لما يصير معك هلأ أنت شوك. أولاً أنا بحب كتير الضحك. ثانياً أنا ما قلت شيء إباحي ولا بذيء، قلتهم بطريقة بالنسبة لإلي، بالنسبة لإلي طريقة كثير. هي ما في بالنسبة لإلي، أنا بالنسبة لإلي ديسكريت. هي ما في نسبة لإلك يعني. ثالث شغلة رح أوصل لك لإلها، إنه أي إنسان معروف أو فنان أو مشهور بكل العالم اللي بيميزهم هي صدقهم على التلفزيون. يعني اليوم بحبوا يطلعوا إذا بدك الكرافات اللي أنت لبسها اليوم تتبين شيك أو تتبين لبس أنت رسمي، بس أنت عبالك اليوم تضحك. هن لا بدهم الكرافات ولا بدهم شيء، بدهم يبينوا هن عم يضحكوا مرتاحين مع حالهم. من يعارضك بهذا الموضوع ما عم بيعارضك من سبيل أنه أنت ممنوع تضحكي. أيه. عم بيقولوا انه في نكته عن نكته بتفرق. اوكي، يعني في خبريه عن خبريه بتفرق، انه بنت انثى بمجتمع عربي قاعده على تلفزيون عم بتخبر نكت فيها ايحاءات جنسيه. ما كان فيها ايحاءات جنسيه. لما خبرتي نكته عن الاعضاء التناسليه شو؟ ايه هيدي ايحاءات جنسيه؟ هي جنس بحد ذاتها. لا سوري، انا اذا قلت انه في وحده بتشتغل طبيبه اعضاء تناسليه، انت اليوم اذا عندك مشكله بحياتك ما بتروح؟ كمل النكتة. لا ما نحن مش جايين النكت، عم خبرك انا جملة. كمل النكتة. ما هي تكملتها المشكلة، ما بنقدر نحكي لانه نحن هلا بشهر فضيل. ايه ما بنقدر نحكي. بس هيدي هي الحقيقة. انا ايه بس انه انت شو اللي بدي اطلب تمديد دقيقتين؟ تفضل مددوا له قد ما بده. دقيقتين هي احنا قلنا اكثر. فانت شو زادت لك؟ يعني انه ما زادت لي. انا بنت طلعت الضحكة. انت عم تبرري خطأي؟ مثل ما لا ابدا، انا لا ابرر، انا مرتاحة مع نفسي ومقتنعة باللي انا عملت فيه. ابدا يعني انا اليوم عم بردي على شو فرجيتي ما انا بدي خليني اكمل. اليوم المعارضين اللي انت عم تحكي عنهم بالنسبه لإلي بدي اقول انه هن 20% و80% كانوا ناس عم بيضحكوا ومبسوطين وانبسطوا انه في ناس بيقدروا يكونوا حلوين ومهضومين بنفس الوقت. مين قال هذا الكلام؟ مين قال لك 80%؟ مين قال لك انه 80 ب 20؟ مين اعطاك هذا رايي الشخصي؟ ما شو بدي برايك، ما في راي عام. ما هذا الراي العام انا بشوفه لإلي 20%. لا هيدا تبرير. انت اليوم رجعتي بلحظه من اللحظات ندمتي انك ظهرتي بهالصوره؟ انه ما ندمتي؟ انا طلعت اعتذرت من الناس اللي انا زعجتهم، اذا كنت زعجتهم فقط لا غير، اعتذرت منهم وبعدني لليوم بقول انا بعتذر اذا انتوا انزعجتوا مني، لانه انا عن جد بهمني 100% من العالم، ما بهمني 80 بس. بس كمان انا ماني ندمانه على اللي عملته، لانه ما لقيت انه انا قطعت الخط الاحمر. شو الخط الاحمر بالنسبه لك؟ انك تعملي شو؟ ما اعمل. شو الخط الاحمر؟ اكثر من اللي عملتيه. شو الخط الاحمر يعني؟ مش ضروري يكون على التلفزيون. إيه يعني. لا لا انه شو الخط الاحمر بعد؟ اكثر من هيك شو الخط الاحمر؟ انت بالنسبه لك هذا كثير؟ اكيد. انا لا. كمان كان هيدا دافع من دوافع المحاولات الوصول الى الشهره وانه الناس تحكي عني. البرنامج ما كان بدائره الاضواء. لا خبرك خبري، البرنامج لم يكن هالبرنامج اللي كثير معروف. بلا البرنامج معروف عنده نسبه مشاهده كثير كبيره. بعتذر توني، وقتها انا طلعت بالبرنامج كان باوائل حلقاته، ما كان معروف كثير. هذا جوابه. بس فيك ترجع انت تشوف رقم الحلقه. يعني ما كان معروف. طلعتي اكثر من مره على طلعت مرتين، مره بالحلقه يعني الاولانيه ومره براس السنه. انت اللي شاركتي بالبرنامج؟ كل الناس اللي نكتوا حلو شهروا البرنامج. انا بالنسبه لي نكت، يعني نكت عم نضحك. يعني الهم والغم اللي نحن فيه اللي بيعمل كانسير وستريس و و و اذا بتشيله ضحكه شوي فيها ايحاء، اذا بدك اذا انت عم بتقول ايحاء جنسي او غير جنسي مش غلط. واذا كان الموضوع كرمال رجال دين هن اصلا ما لازم يحضروا برامج نكت وبرامج ترفيهيه وبرامج فيها بنت لابسه بروتيل اصلا، واذا كان كرمال الاولاد ما لازم هيك بروجرام ناس عندهم اولاد ببيتهم يخلوهم يحضروا من الاساس. ومشان النساء اللي موجودين بمجتمع محافظ عاملين لهم ريموت كنترول بيعملوا فيها هيك دي زاب يعني ودي زابت بصيروا على غير. ومين قال انه الهوى مشرع انه لكل واحد بيطلع بيعبر عن رايه؟ ما انا بدي خبر خبريه، الهوى مشرع اكثر على الكليبات اللي بتطلع والعري اللي بيمرق
وعلى بروجرام للنشر اللي بيطلع بيقوله توني خليفه نهار السبت عشيه، وبيقعد بخبرنا عن افلام الدعاره اللي متناوله بكل سلولارات العالم، بخبرنا كيف اليوم انت باعوك ورحتي وعملت هيدا مع هيداك ودفعوا لك هالقد. مزبوط. لا مش دسين واكثر. انا لما اخبر عن فنانات توني خليفه اكثر، انا لما اخبر عن فنانات موجودين بالعالم العربي عم بتحت ستار الفن بيكونوا هن بمطرح تاني جايين يعملوا فنانات لانه بيروحوا ديليفري $100 و$1000 و$20,000. لما اجي انا اخبر مجتمعنا الفني البنات اللي عم بيعملوا حالهم فنانات بزمن اليوم لانه عندهم اهداف تانية عم بيعملوا لها، انا بكون عم بركز على افي بالمجتمع العربي. بس انا ما بطلع على التلفزيون بقعد وبقول لهم للعالم مساء الخير بدي اخبركم نكته انه في واحد كان مع وحده عم بيعمل هو اياها هيك ها 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 واحضروني، واذا انتقدتوني بتكونوا عاطلين. انا جاوبتك من الاول انه هي ما زادت لي ولا كنت نطت زبله، وبدي بس وضح شغله كثير مهمه انه انت قلت هلا انه انا كنت عم فرجي افي عم بتبيد المجتمع. شو الافي اللي عم تفرجيها؟ انت هلا عم بتقول إيه انت شو الافي اللي كنت عم تفرجيها؟ نو 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 هلا مش انت قلت هيك، انا عم بفسر لك بس شغله. هيدي الافي اللي انت فرجيتها للعالم الناس نفسهم حضرتهم اياها وفهمتهم اياها، النكته ما بتفهم ولا بتفرجي وضوح الجمل والاعداد والاسئله اللي بتسالها. ما لها علاقه هي بهي. انا عم بقول يعني واحد بيطلع بحشش على الهواء بيقول لهم للعالم ايه ما انا فيي اطلع حشش على الهواء لانك انت عامل برنامج مره حكيت فيه انه المخدرات كيف بتقتل الناس، ايش بدخل هاي ما هي المخدرات ممنوعه والحشيشه ممنوعه بس النكته مش ممنوعه. لك بس ما النكته اوقات ما نحن عم نحكي ما النكته اوقات عم بتكون مسيئه اكثر وعم بتضوي الامور على ضوء ثاني. يعني انت هون عم تبرر. انا اللي بدي اقوله انه انا النكت اللي انا قلتهم بالنسبه لإلي طبيعيه. طيب توقف مع الاعلام نرجع للفقره. بعد هذا الجدل الساخن نصل إلى الفقرة الأخيرة من بلسان معارضيك مع الفنانة اللبنانية مايا دياب. مايا بهذه الفقرة بدك تبعتي رسالة إلى شخص ما، رسالة مكتوبة ونحن رح نجرب نوصل له إياها. إذا قدرنا نجيب رد عليها بنجيب رد عليها، إذا ما قدرنا نجيب رد عليها ما بنجيب رد عليها. الشخص مين بده يكون؟ مين برأيك؟ لا أنت عندك حدا معين؟ أنا عندي أكيد. إيه تفضل. إيه بس أنت مين برأيك؟ مين ممكن نطلب منك؟ إنه أنا هلا إجا حدا بكل براءة رح أقول مين؟ إنه إجا يا بريئة. لا والله إجا براسي دغري هلا غسان رحباني. ليه؟ أكيد أنت مش هو اللي عم تفكر. ليه؟ لا هيك أنا فكرت. ليه غسان؟ لأنه مفكرين إنه أنا تركت الفرقة على خلاف وأنا أكثر من رفقة هلا معه. يقال إنه مش غسان سبب تركك للفوركاتس، يقال إنه زوجته لغسان هي اللي تسببت. هو زوجته لغسان رفيقتي. لا هيك وقتها طلع بالإعلام إنه هي كان سبب تركي للفرقة هو شيء خاص. حبيتي تنطلقي لوحدك مثل ما انطلقت نيكول مثل ما انطلقت كارول. إنه حسيت هلا اليوم إنه اتس ذا رايت تايم إنه أنا بلش شيء. نحن عادة الرسائل بتكون لمعارضين. يعني لأشخاص أنت بتعتبري إنه انتقدوك أو عارضوك بتحبي توجهي لهم رسالة. بما انه الاسم الوحيد اللي ذكرتيه من المعارضين هو اسمي. ايه فتفضلي بعتي لي رساله وانا بشوف اذا برد عليها ولا لا. اوكي بس بخط حلو عملي معروف لاعرف اقراها. تكرم عينك. عم يكتب ولا لا؟ ثانيه كنت كابسه عليه يمكن. اوكي الى توني خليفه بغض النظر عن كل الجدالات، هالجدالات جمع جدل، الحاصلة والتي حصلت حول موضوع لول يعني البرنامج التلفزيوني اللي كنا عم نحكي عنه. أنت إنسان خلولي صريح ناجح المهمة الموكلة إليك للدفاع عن الرأي العام. أوكي بس حطي نقدك بحبك هيك حلو
انت شاطر لانك هيك. ان شاء الله توصل الرساله مايا، وانا بحبك هيك. انت شاطره لانك هيك، مع اني بعدني على رايي. هيدا مش عم مع اني بعدني على رايي. وهيدي ما هون الحلو، حلو انه هي بجاوبك فيها، بجاوبك فيها باخر باخر البرنامج. ايه؟ بجاوبك على رسالتي. بس انا بحب كثير الاختلاف بالاراء، بس ما يكون خلاف بين الاشخاص. يعني اختلاف الاراء ووجهات النظر صحيح. ضروري بكل شيء بالحياه. واكيد انا وطوني ما راح يكون في لا هلا ولا بعدين مشكله بيننا، ولا راح يكون في مشكله أكيد. ابدا. بتمنى لك كل التوفيق، بتمنى لك كل النجاح، بتمنى لك انطلاقه رائعه ورائعه جدا في مصر. ميرسي. وان كمان تسجلي نجاحات قريبه في المستقبل القريب. شكرا لك. ثانك يو. وان شاء الله كانت تكون حلقه حلوه. لا اكيد وخفيفه على الناس. بوجودك رغم انه حرتقنا كثير بالاكسسوارات اللي لبستيها. نعتذر مره ثانيه وبنعايد كل العالم اكيد بشهر رمضان، وان الله رد عيد الفطر. هل مزبوط لما اتصلت فيك معدة البرنامج سالتيها حيهزقني كثير ولا نصي نص؟ ايه قلت لها هتهزق قوي ولا يعني؟ فضحكت ربع ساعه. شو لقيتي؟ لقيت هزقتني كما يجب. على كل، انا بدي اتشكرك مايا، بدي اتشكر كل المشاهدين الذين تابعونا في امسيه هذه الليله. على امل اللقاء بكم مجددا مساء الغد. كونوا على الموعد وتصبحون على